فعلا في هذه الفقرة راح نتعرف على يعني موهبة جميلة، بنوتة صغيرة لكن عندها موهبة الغناء، وكاركترها بصراحة جدا جميل، والداعم الرئيسي لها والدها. فأحب أمسيكم بالخير السيد كريم وبنت الجميلة كنزي. مساء الخير يا كنزي. مساء النور. زيك؟ الحمد لله. الحمد لله. احنا اليوم مستمتعين بوجودكم استاذ كريم، والأمورة كنزي اليوم قاعدة ومنتظرين ان شاء الله نسمع صوتها، لكن ودنا نشوف هذا التقرير اللي مسوينه لكم ونرجع لكم تالي. جاهزة يا كنزي؟ جاهزة. يلا خلينا نشوف التقرير. ضيوفنا الليلة فنانين بالموسيقى. الأول كريم المليجي، عازف بنفلوت وموزع موسيقي، تخرج من كلية التربية الموسيقية، ومن عقبها دخل الوسط الفني واشتغل مع ألمع فنانين جيلة، من بينهم الفنانة ميسليم، محمد نور، فرقة وامر، رامي عياش، مصطفى أمر، وهو مؤسس فرقة جاز كلاب باند في الكويت. الفرقة قدمت العديد من العروض لمحبينها في الكويت ومصر ودبي، ولقت صدى جميل عند الجمهور. أما ثاني ضيوفنا الليلة هي الطفلة الموهوبة كنز المليجي، اللي من صغرها تهوى الموسيقى والغناء وتعزف البيانو. كنزي تغنت بالعديد من الأغاني وسوت كفر لها، مثل أغنية عودة للفنان حميد الشاعري اللي أثنى على أدائها المميز. الليلة راح نسولف سوالف فنية مع البنت وأبوها. حي الله من يانا ونور مكانه في عسيف. رحب فيكم مرة ثانية أستاذ كريم وكنزي الأمورة. مستحية. اليوم كنزي يعني تعتبر موهبة وعمر صغير، وأنت اليوم تبنيتها كولي أمرها أو والدها. هل أنت اللي حببتها في هذا المجال، ولا هي كانت تحب وأنت شفت أن في عندها موهبة وميول؟ هو الموضوع جاي عندها وراثة أكتر، لأن أنا بعزف موسيقى ومامتها برضو بتعزف موسيقى وعمها بيعزف موسيقى وعمتها، فاحنا معظمنا كلنا بنعزف موسيقى. صحيح. فهي قاعده في بيت كله موسيقى ليل نهار، الجو كله موسيقي في في البيت ليل نهار، فبالتالي هي حبت الموضوع بقى، حابه موضوع الموسيقى والرقص وتعزف بيانو. تمام. وبتشوف مثلا انا لو بعزف آلة تحب انها تعزف تقلدها وكده. حلو. بس يعني الموضوع ما كان صعب على كنزي، كنت الموضوع ما كان صعب عليك ان انت تدخلين وتغنين وترقصين وتكون عندك غناه خاصه في اليوتيوب، ولا كان الموضوع صعب؟ سهل ولا صعب؟ سهل. سهل؟ انت تحبين الغنى؟ بحب الغنى. وشلون اقنعتي الوالد ان انت تغنين؟ شلون قدرتي تقنعينه؟ يعني ازاي غنيتي؟ ازاي؟ ازاي؟ يعني بغني وانا ببتسم مثلا، يعني بحب بشيك كده وحلو. يا حبيبتي وانتي حلوه وشيك. شكرا يا طنط. يا حياتي شنو تبين تسمعينا الحين؟ تغني ايه؟ يعني اغنيه تاني؟ يلا يلا. Thank you.
الله الله شكرا الله شكرا الله شكرا الله شكرا. شنو هالجمال الصوت يا كنزي. شكرا يا طنط. الاغاني هذه يا كنزي اللي تغنينها انت تختارينها ولا في احد يختار لك؟ انا في كذا وفي كذا. انا لما اكون بابا عايزني اغني اغنيه فبيقول لي كنزي ايه رايك تغني الاغنيه دي ويسمعهاني. ولما اكون انا عايزه اغني فبقول لبابا بابا هو ينفع اغني الاغنيه دي واسمعها. اها شاطره تاخذين رايه. يعني في ده وفي ده. غنيتي مره اغنيه بابا قال لك عليها وانت مش حاببها؟ لا انا كنت حباها. لا اتكلم كويتي. انا كنت حباها. ها؟ انا كنت حباها. كل الاغاني اللي اختارها ابوك تحبينها؟ كل الاغاني اللي اختارها ابوك. لا لا تغششها. لازم ترجمها. يعني انا بحب انا يعني الاغنيه اللي بابا بيختار بيها يعني بتعجبني. مجامله دي ولا ايه؟ مصر. طيب انا بروح لك استاذ كريم يمكن على موضوع التدريب. خذيتها لموضوع في مثلا اكاديميه تدربها او ان انت اكتفيت ان انت تدربونها في البيت كونكم عائله غنائيه؟ لا احنا في البيت بنقعد مع بعض يعني كل فتره. طبعا برضو مش كل يوم انا مقصر معاها في الموضوع التدريب ده كتير، بس احنا كل ما بيبقى قاعدين مثلا عندي وقت فاضي من غير مثلا قعد وقت عندي فراغ يعني فاقعد مثلا يلا نقعد نتدرب. بصراحه اللي عليه حمل اكتر في الموضوع ده مامتها. هي قاعده معاها في البيت هي اللي بتقعد تدربها اكتر، غني معايا وهي اللي بتحفظها وهي اللي بتسمعها الاغاني اكتر وكمان بتقعد تدربها اكتر على البيانو وعلى الفايولون كده. طورت معاكم في الغناء مع يعني التدريب؟ شويه. وانا كمان هي كمان وانا بحب كمان اعزف بيانو مش بس اغني. بحب شنو اكثر شيء تحبين تغنين ولا تعزفين؟ شنو اكثر شيء تحبين تعزفين ولا تغنين؟ انا بحب الاثنين. يعني ممكن بعدين تعزفين وتغنين. ان شاء الله. حلو. بحب اعزف بيانو وبحب اغني. شاطره. احنا دائما يعني نسمع في علم موضوع الغنى ان الطفل الصغير عنده الاحبال الصوتيه لازم ما تضغط عليها لعمر معين على اساس انها تحافظ على الخامه الصوتيه. تمام طبعا. ما هو يعني حتى هي بتغني اغاني معظمها مش اغاني صعبه. عشان يعني تبقى الموضوع معاها سهل وبسيط معاها. يعني مثلا الاغنيه اللي غنيتها دلوقتي بتاعت الفنان حميد الشاعري اغنيه صح. هاديه ما فيش فيها طبقات عاليه قوي. صحيح. ما فيش فيها طبقات مناسبه حق عمرها وطبعا فهي مناسبه ليها. معظم الاغاني اكتر برضو تحب تغنيها بتحب تغني اغاني برضو الحاجات الانجليش بتاعت الاطفال. حلو. كرتون كده اللي هي برضو حاجات بتبقى واخده اوسكار زي مثلا حاجات فيلم علاء الدين. فروزن كده. الحين راح نسمع منها. بس انا قاعد اشوف الاله هذه اله النفخ. اسمها بامفلو. البامفلوت. وكمان وكمان انا لما ابتدى لما كنت عملت الكليب اللي هو اللي بتاع الفسكوت ده فاحنا بعتناه مره فاتت لعم حميد الشاعري وعجبه وقال عسل يا كندي. يا حياتي انت فعلا عسل. يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب. هذه دعايه مباشره. راح نسوي لك ان شاء الله. هذه الآلة يعني احنا نشوفها اتوقع بشرق آسيا بكثرة اليابان الصين. هو مشهور بها اكثر ان جماعة في رومانيا بأمريكا اللاتينية. جماعة في ايران برضو. نفس الآلة بالضبط ولا نفس تختلف؟ نفس الآلة. هي بتختلف طبعا ان كل آلة يعني هي في مثلا دي في دي. انا اشوفها اصغر هذه. ده بيبقى سلم. سلم موسيقي معين ودي سلم موسيقي تاني. زي نفس فكرة الناي. صحيح. الناي برضو زي بيبقى العقلة بتاعت الناي بتبقى مختلفة. بيقول لك مثلا دي دوكا دي على سيكا كده. فنفس الموضوع بيبقى كل واحدة ليها سكيل معين. الله يخليها لك. هذه البنوتة الوحيدة. وحيدة. زين ما حاولت ان تعلمها مثل هذه الآلة؟ عندها واحدة. عندها واحدة بتاعت أطفال تريننج للأطفال. وبرضه بتعزف عليها بس صغيره يعني على قدها. لا برضه نفس تقريبا نفس مقاس دي. بس هي اسهل شويه يعني. ليها مكان تيوب يعني يتنفخ فيه اسهل من ده شويه. جميل. ده ان هي دي صعبه في النفخ. صحيح. كنزي تشاركين في تغنين في المدرسه في حفلات في المدرسه ولا لا؟ شويه بغني في حفلات المدرسه. وبيحبوا صوتك؟
اه بحب صوتي يعني يعني بيقولوا حلو قوي او اكسلنت يعني بيقولوا فيري جود او اكسلنت. شاطره. ايش راح نسمع الحين؟ ايش راح تغنين؟ ابي حاجه اكسلنت. يلا شو بتغني؟ انا اختار بالاغنيه الثانيه. يلا خلينا نسمع. ميكروفون عندك. الاغنيه الثانيه لا فريم تسمون ماشي. بعد كده اغنيه البوني بعد كده اغنيه got so much more to say better leave in slow motion the moment to moment hey holding back from day to day like a clock ticking slowly but time cannot hold me down find myself in the rhythm of my beat Relate in my heart, but the time is now. I won't hold back, hold back. Can I break free? Yeah, I'm learning. Watch me, yeah, I'm learning. I let go in this moment. All roads open. Can I break free? Yeah, I'm learning. Arrows want to break free. Choose my path, I choose my dreams. My spirit's a fighter, a passion igniter, yeah. All I need to start on me, a light shine and brighter, a spark to a fire now. Find myself in the rhythm of my feet. Feel it in my heart, but the time is now. And I won't hold back, hold back. Gonna break free, yeah. يعطيك العافيه. شكرا شكرا شكرا. التدريبات اللي تسوينها في البيت حق الغنى تحسين انها تدريبات متعبه ولا انت حبتها؟ لا شكلها تبقى يعني تبقى فن شويه. حلو. هذا لان ماما وبابا يعني شاطرين في تدريبك، لان يعني الموهبه ما شاء الله عليها استاذ كريم، موهبه حلوه وتحتاج فعلا ان هي تظل تتطور فيها لين توصل. بصراحه احنا قاعد نشوف في عمرها وحتى اكبر شوي يدخلون على مسارح، على اماكن، حتى صحيح. قنوات في اليوتيوب وغيرها، يعني ماخذين مكانهم ويعني ماخذين حتى مساحتهم كصوت وكغناء، رسائل حتى للاطفال اللي في العمر، يعني يستغلون هذه الموهبه في رسائل للاطفال في عمرهم. انا بروح للحفلات والايفنتات اللي تشارك فيها في الكويت استاذ كريم، عباره عن شنو وين شاركتوا؟ احنا عندنا في يعني غير ان بعزف بان فلوت، في عندنا باند برضه اسمه الجاز كلاب باند. الجاز كلاب باند احنا اربع عازفين وكلهم عازفين من احسن يعني طبعا من احسن عازفين في كل واحد في تخصصه في الاله، في الترامبت والدرامز والبركيشن والجيتار. فمن احسن الناس في فعملنا عروض هنا في الكويت كتير هنا كان في حفلات او في اماكن عامه كنا بنشتغل فيها بنعزف فيها. وفي برضه طلعنا عزفنا في عروض بره، يعني عزفنا في دبي وعزفنا في الاردن، وكان عندنا عرض في مفروض في باريس بس جت فتره كورونا، كان في 2020 طبعا قفلت الطيران وكل حاجه، فده الكانسل ما قدرناش نخرج ما قدرناش نسافر من ساعتها يعني. صحيح. وكمان اللي تعلمني اكتر ماما. شاطره ماما على فكرة، اللي كانت تعلمني أكتر بيانو والغنى. تعلمتي شغلات حلوة؟ تعلمتي؟ وكمان ماما كمان تعلمني كمان أعزف إزاي كمانجا. أنت مواليد الكويت كنزي صح؟ أنا موجودة في الكويت. تكلمين كويتي؟ أتكلم كويتي؟ أي كلمة. في أغنية حفظتها كويتي. حلو، خلينا نسمعها شوية. ماشي، يلا نسمع. ماشي، من هي أغنية الوطني. يلا احلى.
يلا زين عيلة هذه ودي انا اختم فيها ماشي. بس اول شيء ابي اسمع من استاذ كريم نسمع كذي مقطوعه تمام. بعدها نبي نختم في الاغنيه اللي راح تغنيها لنا كنزي يعني هنسمع بابا الاول يعني اسمع بابا الاول يعزف بمفروض الاول لما يخلص بعد كده انا اغني اغنيه الوطني في مقطوعه انت بقيتي مخرجه خلاص انت مخرجه البرنامج اشهر مقطوعه للبانفلوت للعزف جورج زنفير تمام هي اشهر حاجه للبانفلوت العافية. جميل 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 هذه الآلة يمكن صج هادية وتحسسك انك سهل. انت بمكان كذي ريلاكس حده نورتونا اليوم استاذ كريم وكنزي الجميلة يعني عسى الله يوفقها ان شاء الله ويوفقكم ان شاء الله في هذه الفرقة الجميلة ونشوفها من نجاح الى نجاح اكثر ان شاء الله احنا طبعا نترك لك الختام لك لكن احنا نقول حق مشاهدينا ان شاء الله نشوفكم باكر وان شاء الله استمتعتوا معنا ب لقائنا اليوم وحلقتنا اليوم أكيد تصبحون على ألف خير ويعني مع هذه الجميلة وكنزي وأغنية العيد الوطني خلنا نسمع يلا يا كنزي يلا يا كنزي